Still out of the loose, still. So, Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت فالق الحب والنوى ولك الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إننا نسألك كل ما يقربنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من الجبن. اللهم إننا نعوذ بك من البخل. اللهم إننا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما إليه قد صاروا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب نور على أهل القبور قبورهم. يا رب وسع على أهل القبور قبورهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.